السلام عليكم العائلة الودادية جامع الروافية. أجواء هنا في تونس الحمد لله أجواء جيدة، لاعبين واعيين بالمسؤولية اللي عليهم الحمد لله. جينا هنايا كنحضروا لواحد المقابلة مع النادي الإفريقي اللي شفتوها كاملين البارح، الحمد لله قدرنا نأبليكيو شوية من داكشي اللي قال لنا المدرب، وحنا غاديين إيطاب بار إيطاب وإن شاء الله ما يكون غير الخير. الحمد لله التدريب كتمر في أجواء اللي هي مزيانة، كاينة واحد العلاقة بين اللاعبين اللي هي والستاف اللي هي كتبشر بالخير الحمد لله. المدرب واعي بالمسؤولية اللي عليه، بغى يقربنا أكثر منه، عرفنا شنو باغي وشنو اللي ما باغيش، وكنحاولوا إن شاء الله نتعاونوا كاملين إن شاء الله باش هذا العام إن شاء الله يكون شي عام زين إن شاء الله، ونفرحوا الجماهير ديالنا في آخر الموسم. As I'm going to disturb this interview if he's not saying good things about me.